أعزائي طلبة وطلبات الصف الأول إعدادي مناهج Opportunity 1، معكم مستر أحمد فوزي. النهاردة ميعادنا مع الوحدة السابعة يونت 7، بتتكلم على Sports Stars. هنبدأ طبعا مع بعضينا الفوكاب، الكلمات المهمة الموجودة على اليونت، ونشرح مع بعضينا الجرامر الاستاد القواعد، ونحل مع بعضينا Exercises تمارين على Choose و Rewrite. يونت 7 بتتكلم على سبورتس ستارز. تعال نشوف مع بعضينا كده الفوكاب، الكلمات المهمة اللي موجودة معانا. ساك فول اوف يعني جوال مليء بي، فانز فانز يعني معجبين او مشجعين، سبورتس ستارز يعني نجوم الرياضة، سبورتس بيج يعني صفحة رياضية، فيم يعني شهرة، هوب فور يعني يأمل في، ساين فور يعني يوقع لي، بلاير يعني لاعب، فوتبولر يعني لاعب كرة قدم، فوتبول بلاير يعني لاعب كرة قدم، سكور جول يعني يسجل هدف، بريك ريكوردس يعني كسر رقم قياسي، ات ايفر ليفل يعني على كل المستويات، ميك دي بات يعني الظهور الأول، سبورتنج هيرو يعني بطل رياضي، كلب يعني نادي، فوتد يعني صوت لي او انتخب، وين اوورد يعني يفوز بجائزة، وين اميدل يعني يفوز بميدالية، وورلد كاب فاينل اللي هي نهائيات كأس العالم، اكسبيرينس كفيرب معناها يمر بتجربة او موقف، ديلي نيوز بيبرز يعني جرائد يومية، توب فوتبولر يعني نجم كرة قدم، توب برايزس يعني أعلى الجوائز، توب ويجس يعني أعلى المرتبات، سبورتس جورناليست يعني صحفي رياضي، اتنشن يعني اهتمام، انترستد ان يعني مهتم بي، ماتش يعني مباراة، بلاي فور يعني يلعب باسم أو يلعب لنادي كذا. بعد الحاجات اللي هي البوزيتيف والنيجاتيف اللي هي زي الكلمة هي الأوبزيت يعني كلمة عكسها، لما أقول brilliant يعني عبقري أو رائع، الأوبزيت منها awful يعني فظيع أو سيء، calm يعني هادئ، الأوبزيت منها boring يعني ممل، fast يعني سريع، slow يعني بطيء، intelligent يعني ذكي، overrated يعني مبالغ، skillful يعني ماهر، useless يعني بلا فائدة، strong قوي، weak يعني ضعيف. بعض السبورتس اللي هي الرياضات اند جيمز والالعاب زي سبورتس رياضات، فوتبول يعني كرة قدم، جيمز العاب، تشيس يعني شطرنج، جولف اللي هي لعبة الجولف، روجبي يعني كرة القدم الامريكية، سكواش اللي هي لعبة السكواش، تنس، ون يعني يفوز، لوز يخسر، درو يعني يرسم، تورنمنت يعني بطولة. أول جزء معانا على الفوكاب براكتس اللي احنا قريناه مع بعض دلوقتي. أول جزء معانا تشوز نمبر 1، واللي ديفيد بيكام is a brilliant player يعني ديفيد بيكام ده طبعا لاعب ذكي جدا أو متألق، he is very fast and يعني هو بيكون سريع جدا، وإيه تاني بيكون skillful هنا يعني لعيب ماهر جدا. نمبر 2 بيقول I don't like David Beckham، انا ما بحبش ديفيد بيكهام، I think he is بيقول لك ان هو يعني ايه يعني طبعا صفة هتبقى مش كويسة لان هو ما بيحبوش، فهتبقى طبعا ايه اللي هي overrated. question number 3 بيقول how old was he، كان عنده كم سنة when he played his first match، لما لعب اول ماتش ليه his country طبعا للدولة بتاعته اللي هي طبعا هناخد ايه 4 بلاي 4 او بلاي 4 يعني لعب باسم او لعب لي. How many British have won the European Footballer of the Year Award يعني كم لاعب بريطاني فازوا بجائزة اللي هي اللاعب احسن لاعب في اوروبا اللي هي طبعا How many British Footballer. question number 5
The Brazilians who won the World Cup in 1958 were a team. كانوا فريق ايه؟ طبعا هم فازوا بكأس العالم 58، يبقى اكيد ده فريق skillful. يعني ايه skillful؟ يعني ماهر او شاطر. Number 6 my school football team played 23 games last year and lost 22 of them. They were يعني هم فازوا، هم لعبوا كام؟ لعبوا 23 مباراة السنة اللي فاتت وخسروا 22، يبقى ده فريق ايه؟ طبعا فريق مش كويس اكيد، اللي هو اوفل. اوفل هنا يعني سيء. Question number 7 بيقول everybody thinks the two top British tennis player are great but I disagree. I think they are طبعا هنا بيقول عليهم ان هم great، لكن هو ليه رأي تاني، يبقى هم ايه اكيد overrated. overrated هنا يعني مبالغين. They played very slowly so I went to sleep. They were very boring. boring يعني مملين. Number 9 he was a footballer and a doctor. يعني هو بيجمع بين وظيفتين، لعيب كرة قدم وبين دكتور، يبقى he was an هو ايه intelligent person، يعني شخص ذكي جدا. Number 10 بيقول له although he is a very player he got angry and kicked another player during the match. بالرغم ان هو لعيب هادي جدا، لكن هو تعصب وضرب لعيب اخر في الماتش، يبقى نقول very calm. Billy was a footballer who had everything because he was a really player. هو عمل كل حاجة لأن هو كان لاعب brilliant، متألق أو ذكي. My mom can play football better than this player. أنا هنا بيتمألس أو بيقول إن ماما تقدر تلعب كرة أحسن من اللعيب ده، يبقى he is هو لعيب كده، يبقى هو لعيب useless يعني عديم الفايدة. Number 13 بيقول لي the world was Michael Owen's feat means he was a player، معناها كده ان هو لاعب successful يعني ناجح. He a goal in his first match with his team، هو احرز هدف في الماتش الاول مع فريقه. طبعا هنا scored هنا يعني احرزها. Number 15 بيقول مايكل اوين is one of the most famous sports طبعا stars يعني نجوم رياضة. Number 16 بيقول he is very famous يعني مشهور جدا. Every week كل اسبوع he receives بيستلم full of letters from his fans. بيستلم ساكس جوال ملان من الخطابات من ايه من المعجبين بتوعه. Number 17 بيقول fans are the people who a certain player. الفانز دول اللي هم المعجبين او الجمهور، هم الناس اللي بيعجبوا بشخص معين او لعيب معين، عشان كده نقول like. Number 18 بيقول he is interested in sports يعني هو بيهتم بالرياضات. He only reads the هو بيقرا ايه بقى of the daily newspaper، بيقرا الحاجات الرياضية اللي هي يعني sports page. 19 he for Liverpool Football Club for 3 years يعني هو وقع لنادي ليفربول حوالي 3 سنوات، يبقى هنا يقول signed. نقول ايه signed يعني ايه وقع. Number 20 بيقول مايكل اوين is a brilliant player he is broken at every level. طبعا هنا عايز يقول ان هو كسر كل الارقام القياسية، يبقى نقول broken records. Number 21 يقول he made his goals ولا tournament ولا debut record in his first match. طبعا هنا هيختار الديبات اللي هو الظهور الأول ليه، يعني من أول ماتش
ساب بصمة كويسة ان الناس عرفت ان هو لعيب جامد، يعني he is so interested football. طبعا احنا خدنا interested ان يعني مهتم بيه. بس بعد كده هنتكلم على شرح الجرامر ستادي، هنتكلم على الباست سيمبل والبريزنت بيرفكت، اللي هو الماضي البسيط والبريزنت بيرفكت. طبعا احنا مش هنتكلم تاني على الباست سيمبل لان احنا اتكلمنا عليه كتير قوي في اليونتات اللي فاتت، لسه شارحين اليونت اللي قبل اللي فاتت. وشرحناه بالتفصيل وحلينا عليه أمثلة، لكن احنا دلوقتي هنتكلم على زمن البريزنت بيرفكت. زمن البريزنت بيرفكت البريزنت بيرفكت احنا قلنا بيتكون طبعا من هاف او هاز بلس البي بي، والكلام ده برضو شرحناه في اليونتات اللي فاتت. لكن احنا النهارده هنستخدم طبعا الباست سيمبل مع البريزنت بيرفكت، وعرفنا طبعا كلمات تدل على البريزنت سيمبل. الباست سيمبل الماضي البسيط 10 minutes ago، yesterday، last week، last month، last year، in ولما يجي لي مدة زمنية في الماضي، و when I was young، و for ويجي بعدها مدة زمنية في الماضي. لكن مع ال present perfect المضارع التام بنستخدم today و this week و for و since و just و already و yet و ever و never. ده الفرق بين ال past simple و ال present perfect. yes خد كده examples كده، لما اقول they left كده هنا past simple، وكلمة هنا دالة اللي هي 10 minutes ago أو a few minutes ago. لكن لما أجي أستخدم في present perfect أقول they have just left، هما لسه تويهم أو توني مغادرين. أدي have وهذه الكلمة الدالة just، وهذه البي بي اللي هو التصريف الثالث ليه للفعل. لما I saw that film yesterday، أنا شفت الفيلم ده أمس، معناها كده إن أنا I have already seen that film، معناها إن أنا بالفعل شفت الفيلم ده. نفس النظام هنا لما أقول they left a few minutes ago، هم غادروا من 10 دقايق، معناها كده إن هم they have just left، معناها إن هم لسه ماشيين. لما أقول I met my friend this last weekend، يعني أنا قابلت أصحابي العطلة اللي فاتت، معناها كده إن أنا I haven't met my friend this since last weekend، معناها إن أنا ما قابلتش أصحابي منذ العطلة الماضية. لما أقول We moved to the city when I was a child، يعني إيه الكلام ده؟ لما إحنا انتقلنا إلى المدينة منذ أنا كنت طفل، معناها ان we have lived in this city since I was a child. اوكي، اننا بنعيش او احنا بنعيش في المدينة دي منذ ان كنا منذ ان كنت طفل. اوكي، لما اقول هنا في جملة زي كده I have been in hospital for 3 weeks، يعني انا في المستشفى بقالي دلوقتي 3 اسابيع. اوكي، معناها ايه الكلام ده؟ معناه ان هو لسه مازال في المستشفى. البريزنت بيرفكت يعبر عن حدث تم في الماضي ولكن له تأثير حتى لحظة الكلام، لكن الباست سيمبل هو حدث بدأ وانتهى في الماضي. لما اقول I stayed in hospital for 6 weeks، يعني انا قعدت فين؟ في المستشفى لمدة 6 اسابيع، معناها كده ان انا رحت المستشفى وانا مش موجود دلوقتي. He isn't in hospital anymore، يعني هو مش موجود دلوقتي. Yes، ناخد بالنا ان احنا ممكن نستخدم yesterday و last week والحاجات دي كلها الادفيربيالز اللي هي الموجودة فين؟ في ال past simple. مع مين؟ مع present perfect. زي لما اقول I haven't seen احمد since last week، اديني جبت الادفيربيال اهو last week، رغم ان احنا متعودين من واحنا صغيرين ان احنا last week على طول يبقى played يبقى so، لكن هنا بنقول ان احنا بنستخدم الادفيربيالز دي مع مين؟ مع ال present perfect. I have worked in this project since yesterday، اهو
زمان برضو كنا بنقول I played football yesterday أو I worked yesterday. هنا بيقول لك I have worked in this project since yesterday. الكلام ده معناه إن هو حدث في الماضي وما زال له تأثير حتى لحظة إيه الكلام. مع بعضينا كده الجرامر ستادي، التدريب على الكلام اللي احنا خدناه دلوقتي. بيقول له choose the correct word. والستار وورز اون تي في لاست نايت، هنا بيقول لي لاست نايت يعني الليلة ايه الماضية. يبقى هيسأل هنا بإيه، هيقول له did you see، did you ايه see. ده طبعا سؤال في الباست سيمبل، بهل بيسأل هل انت شفت او اللي هي ايه فيلم حرب الكواكب الليلة الماضية او ما شفتوش. يعني هل في نمبر 2 بيقول له you visited Dubai before. عندي هنا خد بالك بي بي اللي هو التصريف الثالث اهو visited، هينفع هنا نسأل بديت؟ مش هينفع طبعا خالص، يبقى نسأل بمين هنا بهاف. نمبر 3 بيقول لي he for real Madrid between 1996 and 1998، يعني لعب في الفترة دي من 96 ل 98. اوكي يبقى نختار هنا مين بليد. نمبر 4 will would you like something to eat. قال له no thanks I have had lunch. طبعا انا اقول له I have already had، انا لسه متناول الاكل بتاعي. have they finished the game. طبعا بتيجي مع السؤال في الـ present perfect، يبقى هنا yet. well I don't know much about gold I have watched it. طبعا هو مكانش يعرف اي حاجة عن الذهب، بيقول لك ان انا عمري ما شفته خالص، يبقى I have never انا عمري ما شفته نهائي، جملة في النيجاتيف. في نمبر 7 بيقول this season my football club hasn't won any matches. طبعا هنا hasn't won ده نيجاتيف في المين في البريزنت بيرفكت، يبقى يت. نمبر 8 بيقول له هنا هاف يو بين تو رياض. رياض طبعا دي عاصمة اللي هي ايه سعودي عربيا، يبقى هاف يو ايفر، هاف يو ايفر لانها تيجي مع السؤال. أنا بقول له مايكل أوين has played for England but he played in a World Cup final. عايز أقول إن هو ملعبش هنا. مايكل أوين has played for England، هو لعب لإنجلترا لكن هو ملعبش فين في نهائي كأس العالم، يبقى هنا نقول إيه he hasn't. نمبر 10 ليوناردو دي كابريو ميني فيلمز، عمل افلام كتير قوي، يبقى هنا ايه هاز ميد. نمبر 11 هي وون ان اوسكار يت، عارف انت واخد بالك من يت، يبقى هنا ايه هازنت. نمبر 12 بيقول ذا برازيليانز فيرست The World Cup in 1958. يبقى هنا ناخد هنا طبعا ايه won، فازوا بكأس العالم. Number 13 بيقول the Brazilians the World Cup 5 times. يبقى هنا نقول ايه have won، have a won. نمبر 14 من الأول من لندن من 1998، يبقى I went يعني أنا ذهبت إلى لندن في 1998. نمبر 15 بيقول is that the best match I have ever played. Yes يبقى نمبر 15 هتبقى was it was. نمبر
كريستيانو رهيب، سكور مين جول يعني أحرز أهداف كتيرة أوي. أوكي يبقى هناخد إيه؟ هذا أوريدي 17 بيقول لي يوسين. ما تبص هنا تلاقي فاعل وبي بي على طول، يبقى الدار على هاف أو هاز. طب يعني هنا يو ما بتاخدش هاز، بتاخد إيه؟ هاف. question number 15 the country in the last world cup، في آخر كأس العالم الفريق بتاع بلدي ما لعبش فيه. yes يبقى تاخد طبعا didn't play. didn't play يعني لم يلعب. number 19 will I have seen Mr. Hamdi. yes انا شفت مستر حمدي انت في داي في داي يعني. نمبر 20 have you done your homework. طبعا السؤال في زمن الريزن بيرفكت، يبقى هتاخد ايه؟ الحركات جت تيجي معايا الجملة المنفية والسؤال. نمبر 21 will Tom meet his wife، يعني قابل زوجته. طب ايه؟ yes 2 years ago، يعني في جملة هنا في البست سنة. number 22 I have lived in this city I was born، أنا عشت في هذه المدينة منذ أن ولدت وبين سنس. number 23 بيقول لي she has been on a plane she has never، الجملة هي نيجاتيف، عايزين إن هي عمرها ما ركبت الطيارة. نمبر 24 بيقول لها have the children any money this month. yes طبعا عندك هنا هاف والفعل، يبقى تجيب تصريف ثالث هنا اللي هو ايه سيل. نمبر 25 بيقول did you that's me، طبعا did you والفعل، يبقى تجيب الفعل في المصدر. number 26 بيقول I have worked here 2 weeks، يعني طبعا كنت زي طبعا قلت 4 weeks. number 27 بيقول I the football team a week ago a week ago. طبعا ده بس سيمبل، يبقى هنا تختار ايه؟ join. number 28 بيقول I have never a train. هو نيفر هنا بتجيب تصريف تالت على طول اللي هو ايه؟ دريفل. نمبر 29 بيقول له وير از حسن؟ قال له هي اوريدي هي اوريدي. طبعا هنا هتختار هاز ليفت، هاز ليفت لان ده بريزنت ايه؟ اوكي بقى معانا كام نقطة في التشوز كده ممكن نحلهم مع بعضينا في البيت أو نحلهم بنفسنا، وتعالى نكسب وقت كده ونتكلم مع بعض. الرايت نمبر 1، نمبر 1 في الرايت هنا بيقول have you seen Star Wars اللي استخدم last night. استخدم last night، last night هنا من ال adverbials اللي هي بتستخدم في ال past simple. يبقى نقول له هنا السؤال بمين؟ ب did، يبقى له did you. طبعا مش هينفع هنا اقول seen، لازم اجيب الفعل في المصدر see. يبقى did you see Star Wars last night. last mean night yes. وجا في السؤال number 2 بيقول I have visited Dubai many times، يعني زرت دبي كذا مرة. اللي استخدم last year، last mean year، يبقى طبعا هشيل present perfect وتحول إلى past simple. يبقى I visited على طول، I visited Dubai امتى؟ last year، last mean year. اوكي question number 3 how many goals did he score.
كم عدد الأهداف اللي هو حرزها؟ قال لي لا استخدم سكورد. أوكي يبقى how many goals. هنا بقى نستخدم ايه البريزنت بيرفكت، يبقى هاف. اوكي لو هنا طبعا فعل هي مش هينفع استخدم هاف، استخدم مين؟ هاز. يبقى how many goals has he scored. واجي اقفل طبعا السؤال بتاعي. نمبر 4 بيقول لي we didn't play many games last month، يعني ما لعبناش اي العاب الشهر الماضي. استخدم يت. هنا جملة نيجاتيف في الباست سيمبل، هنا عايزينها جملة نيجاتيف في البريزنت بيرفكت. اوكي طب النيجاتيف في البريزنت بيرفكت بيتكون من ايه؟ طبعا haven't او hasn't، يبقى we haven't yes played بيبي، يبقى we haven't played games yet. وبعدين ايه كده قفلتها. اوكي تعال نشوف نمبر 5. well, some players بعض اللاعبين اللاعبون have joined the team. هل استخدم last season؟ last mean season. يبقى نقول له some players بعض اللاعبون. اوكي هنشيل طبعا هاف ونخليها على طول joined best mean simple، يبقى joined the team last season. واجي اقفل الجملة دي. number 6 الاهلي has bought a fantastic new player. الاهلي اشترى لعيب رائع. قال استخدم 2 weeks ago. زي ما علمتك هتشيل اي حاجة دل على زمن البريزنت بيرفكت وتحول لبست بيرفكت، يبقى الاهلي بوت على طول. اوكي الاهلي بوت اشترى فانتاستيك نيو بلاير لعيب جامد 2 weeks ago، يعني منين؟ من اسبوعين. number 7 have you ridden a camel before، يعني هل انت ركبت جمل قبل كده؟ هل استخدم ever؟ يبقى نقول have you ever ridden a camel. اوكي يبقى have you ever ridden a camel، يعني هل سبق لك ان انت ركبت ايه جمل. number 8 I moved to London 5 years ago. هو انتقل الى لندن من 5 سنوات. قال لي استخدم have lived. have lived يبقى له I have lived in London. أنا بعيش في لندن. yes وهنا الحتة طبعا اللي احنا علمتها لكم نحط since ونجيب طبعا الرقم اللي احنا عايشين فيه اللي هو 2021 ونطرحه كده minus 5 من 5 سنوات ويدينا ايه رقم. اوكي تمام هتدينا هنا طبعا since 2017 yes. طيب number 9 well Dan started work here a month ago. هل استخدم 4؟ استخدم ايه 4. بنقول له Dan has yes Dan has worked here يعني بيشتغل هنا for بقاله مدة زمنية قد ايه؟ for a month. for a month طبعا لو انت حطيتها جوه يبقى كده الجملة ايه غلط. number 10 number 10 بيقول I learned
to drive 7 years ago. هل استخدم ان؟ استخدمي ان. استخدمي ان. طب من هنا هاجي ماسك كده واقول له I learned to drive 7 years ago. كده since، واحط بقى مدة زمنية ايه هي اللي هو هطرحها من مين؟ هطرحها من 2021 اللي هي 2021 اللي هي من 7. اوكي، يعني هنا كده اقول له 2021 minus 7، والرقم اللي يطلع احطه فين؟ بعد سنس زي ما علمتكم. تعال نمبر 11. نمبر 11 بيقول لي we moved to this house when I was 7. هل استخدم ايه سنس؟ سنس هنا ما فيهاش اي تغيير في اي حاجه، يبقى تقول له we have lived in this house. احنا بنعيش في البيت ده، وتيجي كاتب هنا since اهو، ومفيش تغيير خالص since I was 7. yes. number 12 بيقول لي has she spent all the money already. هل استخدم did؟ حول من present perfect الى past simple، يبقى did she spend اللي هو الفعل فين؟ في المصدر. did she spend all the money؟ زي money. هل هي صرفت كل الفلوس اللي معاها؟ طبعا 13 بيقول I have no one. انا عارف مارتن since December. اللي استخدم how long، بنشيل since December ونقول له how long، ونحط هنا بدأ have، وبعد كده الفعل هنا you، وبعد how long have you known مارتن، بقالك قد ايه تعرف مارتن؟ نقف لني السؤال. question number 14 اخر حاجة معايا بيقول له we moved here in 2003. احنا انتقلنا هنا 2003، يبقى اقول له we اللي استخدم ago. هي الجملة في الماضي، ويقول له we moved here. yes we moved here. اقول له مثلا اطرح 2003 من 2021. كده minus 2003، والرقم اللي هيطلع حوالي عن 8 سنوات، يبقى we moved here. اوكي، ونقول له 8 years، ونحط هنا مين؟ ago. yes. عندنا هنا كام جملة؟ 3 جمل. اهو number 15 بيقول له we have lived here for 2 years. هل استخدم since؟ زي ما انا علمتك برضو هنا تمسك الاتنين كده 2 years number 2 تطرحهم من 2021، هيديك هنا اهو رقم مثلا 2019. اوكي، تيجي حاطط كده قبلها since، يبقى since 2019. اللي بعده بيقول لك didn't meet this man. قال لك استخدم never، يبقى هنا تقول له هنا ايه I have never met. التصريف التالت اهو this man، وتيجي قبل الجملة. I finished the work a moment ago. a moment ago معناها just، يبقى تقول له I have just
finished work. لسه مخلص شغل دلوقتي. اوكي، اللي بعد كده هنا ده حوار صغير بين سامي and عمر. بيقول له ايه؟ بيقول له ايه؟ هالو عمر، where are you going؟ رايح فين؟ فطبعا عمر هيقول له حاجة. ياس راح سامي قال له a big suitcase why؟ يبقى اكيد هنا قال له ايه هنا؟ أكيد هنا اللام. طبعا هنا ما تنساش أن أنت ترد بنفس الزمن اللي سأل بيه، لأن هو قال where are you going، يبقى I'm going to buy، رايح يشتري إيه؟ a big suitcase. yes، رد عليه هنا طبعا قال له ليه يعني a big suitcase why، راح رد عليه قال له because انا رايح اعمل حاجة. yes السمرة قال له ايه سامي do you always spend your holiday in Alexandria، يبقى قال له هنا طبعا because I، ممكن يقول له I'm going to spend، أنا هقضي my holiday، الأجازة بتاعتي فين؟ in Alex، in إيه؟ Alex في اسكندرية. وجه في إيه؟ الجملة. لما سأل هنا قال له هل أنت متعود إن أنت تقضي الأجازة بتاعتك في اسكندرية؟ طبعا عمر هنا قال له yes yes yes، وقال له every summer، يبقى هنا يقول له yes I go، yes I go every summer، ايوه انا بروح كل ليه صيف. سامي قال له I think، قال له حاجة، راح طبعا عمر رد عليه قال له ايه قال له هنا yes and it is fantastic in winter too، يبقى هيقول له I think، طبعا هيقول له هنا ان اسكندرية اكيد كويسة فين في الصيف، I think Alex، is fantastic in summer، يعني كويسة فين في الصيف. اوكي قال له يس ايوه كمان دي كويسة فين في الوينتر تو في الشتاء. طبعا ده كل اللي كان موجود معانا على الوحدة السابعة يونت 7. اتمنى ان احنا نكون استفدنا. ثانك يو، جود باي، ما ننساش طبعا ندعم القناة.